قصر وجمع العصر بعد صلاة الجمعة وأنا على سفر. لا بأس بذلك خلافا للحنابلة القائلين بعدم الجواز، وذلك لأن الجمعة قامت مقام الظهر، فلما جاز جمع الظهر مع العصر جاز جمع الجمعة مع العصر للمسافر أيضا. ولعله والله سبحانه أعلم أن الحنابلة لما رأوا أن وقت الجمعة يبدأ من وقت صلاة العيد شق عليهم أن يقولوا بجمع الجمعة مع العصر. أما الحنابلة المتحررون من هذا الرأي الذي هو أن وقت الجمعة ليس بوقت العيد، فيسهل عليهم القول بتجويز الجمع بين الجمعة والعصر.